today is the day, tonight is the night. وصلت الحلقة الأولى من مسلسل آل التنين أو House of the Dragon أعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان وزمان. واليوم يا جماعة راح أعطيكم انطباعي الأول عن الحلقة الأولى لهذا المسلسل المنتظر. راح تكون مراجعة وقراءة لبعض التفاصيل المهمة في الحلقة. بس حطوا في بالكم حاجة يا جماعة، أنا مش قارئ للرواية ولا أعرف شيء عن عالم أغنية الجليد والنار إلا الأشياء اللي عرضت في التلفزيون، سواء من مسلسل صراع العروش أو من الحلقة الأولى لمسلسل House of the Dragon. فإذا أنت مهتم بعالم أغنية الجليد والنار وسبق وأبحرت ما بين صفحات هذه الرواية، أرجوك سيبنا نهبد براحتنا لو سمحت، يعني خلينا نهبد ونحلل براحتنا إحنا المتابعين الجدد، ونستكشف هذا المسلسل وهذا العالم الجميل من خلال حلقاته. فاشترك لي في القناة لو أنت جديد عندنا، واضغط على زر اللايك لو أعجبك الفيديو، ويلا بينا نخش على المراجعة. ويب في حال انك تسأل، الفيديو راح يحتوي على حرق لأحداث الحلقة الأولى من مسلسل House of the Dragon. أول حاجة يا جماعة، أنا قرأت انتقادات مرة كثيرة انتشرت حول المسلسل قبل ما نشوفه إحنا كمتابعين يعني منتظرين طبيعيين، واسطة النقاد والمراجعين اللي أتيحت لهم مشاهدة الحلقات الأولى. ولعل أشهر الجمل النقدية اللي انتشرت كانت إنه أسماء الشخصيات في هذا المسلسل صعبة شوية، أسماء الشخصيات متشابهة، أسماء الشخصيات مو سهل تحفظها او تميز بينها. انا ما نعرف كيف الكلام هذا انتشر وليش انتشر وليش الناس سوت ضجة بسببه. يا اخي طبيعي انك تلاقي صعوبة في اسماء الشخصيات، طبيعي انك تواجه صعوبة في التمييز ما بين اسماء الشخصيات والعوائل، طبيعي جدا انك تشوف الشخصية 20 مرة الين تقدر تحفظ اسمها. احنا نتكلم اول حاجة عن عالم جديد، عالم خيالي واسماء ما لها وجود في الواقع، ابتكرها الكاتب، اسماء مش سهلة نتداولها كل يوم. اللي كتب هذا الكلام تتوقعون لو سمع اسم ياماتو كابوتو اوبيتو ايش بيقول؟ لما تشوف 20,000 اسم كلها على نفس القافية والوزن ايش بتقول؟ عموما موضوع الاسماء شيء طبيعي جدا، ولا اشوف انه سلبي. كيف تنتقد مسلسل بناء على اسماء شخصياته؟ تستهبل انت. ناس ثانيين قالوا انه المسلسل مليان شخصيات من التارجاريان، قالوها انها سلبية. ايش المسلسل ذا اللي فيه تارجاريان كثير؟ تستهبل؟ لا لا تستهبل. المسلسل اسمه House of the Dragon، اكيد بيكون مليان شخصيات تارجاريان. عموما يا جماعة الخير، انا ما بقعد اخذ ايش قالوا الناس واقعد اسولف فيه. الحلقه الاولى من المسلسل نزلت وتابعتها وانا في قمه السعاده. قبل ما ابدا اتابعها كنت في قمه السعاده، بعد ما انتهت الحلقه يعني ضيم من الدمويه والعنف اللي شفته فيها. على كل حال يا جماعه، كل شيء في الحلقه الاولى للامانه كان مبهر وفاق كل توقعاتي، من تصميم الأزياء إلى المكياج السينمائي، من مواقع التصوير إلى الموسيقى الجميلة والسينماتوغرافي اللي سحبتني كذا من عمق ذكرياتي ورجعتني إلى عالم أغنية الجليد والنار. وحتى أدق التفاصيل في المسلسل كانت جدا رهيبة، من رايات، من خواتم، من عربات، من خيول، من مباني. أبسط الأشياء في المسلسل كانت جدا رهيبة ومعمولة بإتقان. والأهم من هذا كله يا جماعة، المؤثرات السينمائية والمؤثرات البصرية، سواء المكياج السينمائي والمؤثرات اللي لها علاقة بالدماء والمشاهد القتالية، أو حتى تسريحات الشعر ومظاهر الشخصيات، أو حتى المؤثرات البصرية والسي جي آي. كل شيء للأمانة من الناحية الفنية في هذا المسلسل كان متقن لأبعد حد. رسم التنانين يا جماعة وتحريكهم والتفاصيل الصغيرة اللي فيهم حاجة جدا مرعبة، متقنة بشكل تخليك تقول يا ساتر هذا ما هو سي جي آي. أنا وصلت مرحلة إني مقتنع إنه التنين هذا موجود في الواقع أكثر من اقتناعي إنه مرسوم رقميا. حاجة مرة رهيبة، مرة رهيبة رسمهم وتحريكهم للتنانين، وحاجة ما هي جديدة صراحة على HBO. شفنا الحاجات هذه من زمان في Game of Thrones، بس يعني لابد اننا نضيف نطبل زيادة، ليش لا؟ طيب يا جماعة، انا بحاول الخص القصة بناء على اللي شفته في الحلقة الاولى، وبحاول اني احلل بعض التفاصيل المهمة بحيث ناخذ المسلسل حلقة حلقة ونستوعب احداثه بشكل تدريجي مع الوقت. فربما تحرياتنا اللي بنقولها تكون صح، وممكن تكون غلط، ممكن يكون ما لها اي معنى، بس انه ايش نتابع كناس جدد داخلين الى هذا العالم. واكرر فيديو هذا مو معمول لقراء الرواية. قراء الرواية والناس الفاهمين واللي مدركين عالم اغنية الجليد والنار، ركان الشائع صديق وزميل لي احترمه جدا واقدره، تقدروا تروحوا عنده بتلاقوا كل الاشياء اللي انتم تحبوها واللي ايش تاخذوا تعطوا فيها، يعني بحكم انكم قراء فاهمين. الفيديو هذا للناس اللي جالسة تتعرف على مسلسل House of the Dragon عن طريق متابعة مسلسل House of the Dragon مثلي انا. طيب يا جماعة،
أول حاجة عرفناها ومهمة جدا أنه أحداث المسلسل تقع قبل 172 سنة من موت الماد كينج أو الملك المجنون، أو خلوني أبسطها لكم. أحداث مسلسل هاوس أوف ذا دراجون تقع قبل 172 سنة من أحداث مسلسل جيم أوف ثرونز، كذا أتوقع أسهل. برضو يا جماعة اللي فهمتوا من بداية القصة أنه الملك في سيريس كان أفضل خيار أمام الملك السابق جيهيريس. شوف انا ما اقدر الوم احد انه الاسماء تتشابه وصعبة، بس هذه ما هي سلبية ابدا. المهم اللي فهمته انه الملك فيسيريس كان افضل خيار امام الملك السابق جيهيريس في توريث الحكم له، او خلينا نقول انه كان الخيار الوحيد المتاح وقتها، بحكم انه ابناء الملك السابق جيهيريس ماتوا. فصار امام الملك جيهيريس الملك السابق خيارين في النهايه. طبعا كان كذا في تصفيات وفي اسماء كثيره، حوالي 14 اسم، وبعدين بقي منها اثنين. مين راح يكون خليفته في العرش الحديدي؟ اما فيسيريس او سليلته الانثى رينس. انا عارف اسماء متشابهة، حبة حبة تحفظها، لا تشيل هم، اسحب على ذوليك اللي يقول لك الاسماء كلام فاضي. واللي على ما يبدو يا جماعة انها معضلة في هذه الفترة، انثى ما ينفع تجلس على العرش الحديدي. منذ مئات السنين، منذ فترات طويلة، ما في ولا انثى جلست على العرش الحديدي، ما ينفع تنكسر هذه القاعدة. فوقع الاختيار على مين؟ على فيسيريس بحكم انه الذكر. لكن السؤال يا جماعة اللي انا كده جلست اسأل نفسي، هل كان فيسيريس هو الشخص الاجدر، او هل كان ينفع يكون هو الملك ووريث العرش الحديدي؟ هذا السؤال ما راح نلقى له جواب يقينا، لانه ما كان فيه الا خيارين، اما رينس او فيسيريس. ولكن يعني بعد مشاهده الثانيه للحلقه يا جماعه، لو تطالعون في ملامح الملك جيهيريس وقت اعلان انه الملك فيسيريس راح يكون هو الوريث للعرش الحديدي، راح تلاحظون انه ملامح الملك السابق تقول يا عمي الله يعين نص العمى ولا كله. يبدو لي انه الملك السابق ما كان مقتنع بفكره انه فيسيريس هو اللي يصير الوريث لهذا العرش. من ملامحه كذا فسرت الموضوع كأنه يقول يلا هذا الموجود الله يعين بس. بس السؤال ليش خلاص هذا الموجود والله يعين بس؟ الملك جيهيريس يا جماعة وصل إلى مرحلة إنه خلاص أنا لازم أعين وريث من بدري، لأنه لو ما اخترت وريث للعرش الحديدي احتمال تصير أو تنشب حرب خلافة، لأنه إذا في شيء راح يطيح بعائلة التارجيريان أو عائلة التنين، ما راح يكون عدو خارجي ولا حتى جورج آر آر مارتن شخصيا، بل عائلة التنين نفسها. وهذا الكلام يا جماعة جدا جدا مهم، الشيء هذا تم توضيحه في بداية الحلقة بشكل علني. ما فيه شيء راح يطيح بعائلة التنين إلا عائلة التنين نفسها. العائلة هذه جدا قوية، سواء من ناحية سلطة، سواء من ناحية مكانة، سواء من ناحية قوة عسكرية، أو سواء من ناحية التنانين الضخمة والبالغة اللي يملكونها. فما في شيء راح يسقط عائلة التنين وقوتها العظيمة هذه إلا عائلة التنين نفسها. بل إنه الكاتب وضح لنا إنه الملك جيهيريس من قوة ظل العالم في سلام وازدهار لحوالي 60 سنة، مش لأنه هو قوي بس، برضه بقوة التنانين وقوة عائلة التارجيريان بشكل عام. فعائلة التنين يا جماعة عائلة جدا جدا قوية ولها قيمتها في عالم أغنية الجليد والنار. أرجع وأكرر الظهر للمرة الرابعة، تذكروا هذه العبارة يا جماعة، مستحيل تسقط عائلة التنين إلا بواسطة عائلة التنين نفسها. العبارة هذه ترى ممكن تعطينا تنبؤ جدا جدا دقيق لمستقبل هذا المسلسل. عموما الملك جيهيريس قرر أنه يطفئ حرب الخلافة هذه قبل نشوبها ويحدد وريث من بدري، وصار الوريث هو الملك فيسيريس. عموما الصورة اللي وصلتني عن شخصية الملك فيسيريس انه ملك بسيط وذو قدرات سياسية محدودة، يعني ما كان فيه الا هو، وش نسوي، يا هو يا الانثى، خلاص هو امر الله. وبرضه لاحظت انه الملك فيسيريس يا جماعة ما هو متزن ويواجه صعوبة في اتخاذ بعض القرارات، او انه ما عنده القدرة على التمييز في الامور المهمة من الغير مهمة. حتى مستشارينه تحس انهم يتلاعبوا فيه، مش تلاعب واضح، يعني تحس انهم قاعدين يحركوه بكل بساطة، ما تحس انه له هيبته في المكان، ما تحس انه له حضوره. احنا نتكلم عن ملك التارجيريان، ملك العرش الحديدي، نتكلم عن منصب جدا ضخم، فلما تشوف مستشارين ويقدرون يأثروا عليه بسهولة وممكن يتلاعبوا فيه وهو مو حاس، توقع انه هذا الانسان ما راح يطول يا جماعة، بيفقع في اقرب فرصة. ليش قلت هذا الكلام بالتحديد؟ وش اللي خلاني اخذ الانطباع هذا عن الملك فيسيريس؟ مشهد واحد، ترى مشهد واحد وحوار واحد كذا حدث حصل في بداية الحلقة
خلاني اخذ هذا الانطباع عن الملك فيسيرس. لورد كورليس يا جماعه في الاجتماع، يعني كان الاجتماع كذا بدا وكان اللورد كورليس يتكلم، يقول يا جماعه انه في حزب اسمهم الحزب الثلاثي، ان صح كلام المترجم يعني الحزب الثلاثي. الحزب هذول بداوا يتمادوا في السيطره على جزيره ستيبستون، بل انهم عينوا امير لهم وجالسين ايش يسووا مشاكل في هذيك الجزيره بشكل مبالغ فيه. فكان يقول لهم لورد كورليس انه لازم نشوف لهم صرفه او على الاقل نوريهم انهم تحت سيطرتنا، هي لا تفلوها بزياده. ولكن بكل بساطه الملك فيسيرس كذا قاطعه لانه بنته دخلت، هو كيف حالك؟ ريحتك تنين يا بنت، صبي صبي خمر للشباب. الادم يكلمك في مشكله، قرر فجاه انه يقاطع كلامه ويفتح موضوع ثاني اللي هو موضوع بطوله الوريث القادم اللي في بطن زوجته اللي لسه ما ولدت. هذه اللحظات واللفتات البسيطه يا جماعه توريك انه الملك فيسيرس انسان غير مبالي، او على الاقل ما يقدر يميز بين كبائر الامور ومن صغائرها، ما يقدر يعرف ايش الشيء المهم من الغير مهم. لورد كورليس يقول لهم يا جماعه عندنا مشكله في جزيره ستيبستون، وممكن تاثر على سفن الشحون، وممكن تودينا الى الفقر، وكلام كذا كثير. قطعوه برضو مره ثانيه وقاموا يشربوا خمر ويسولفوا في سواليف ثانيه. اللي فهمته من الحدث هذا كمان كل اللي في مجلس الملك فيسيرس اما مطبلين او خونه، مثل ما وصفهم الامير ديمون لما قال انهم طفيليات ينتظرون سقوطك في اي لحظه، او فيما معناه انه قال له يعني لو لقيوا فرصه يطيحوا فيك ما راح يقولوا لا، او انهم مبسوطين بالهبد اللي جالس يسويه ومو فارقه معاهم، او انهم يعني مضيعين. العاقل فيهم والفاهم واللي فعلا مهتم لشؤون البلاد في هذاك المجلس هو اللورد كورليس، او على الاقل هذا الانطباع اللي وصلني الى الان. ايش يصير في المستقبل الله اعلم. هذا واحد من اكثر الاسباب اللي خلتني اقول انه الملك فيسيرس احتمال يتعرض لسقطه، اما بسبب خيانه او بسبب عدم قدرته على اتخاذ قرارات مناسبه في اوقات مناسبه، او بسبب الجرح الغريب اللي على ظهره. ظهر له كذا جرح ما هو راضي يشفى، جرح موجود وقاعد يكبر كمان. واللي قال عنه أوتو هاي تاور إنه هذا الجرح شيء لازم يظل طي الكتمان، ممكن يكون جرح بسيط مثل قال في سيرس بسبب كثرة جلسته على العرش، أو إنه مصيبة مستخبية وراء هذا الجرح وراح تبان أكثر في المستقبل. غير كذا يا جماعة الملك في سيرس اتخذ قرار جدا وحشي تجاه زوجته لما كانت تولد. الأطباء قالوا له إحنا أمام خيارين، إما يموتوا الاثنين أو ننقذ أحدهما، أحدهما أو كلاهما، يا يموتوا الاثنين ولا تنقذ واحد منهم. تنقذ الجنين وتموت زوجتك أم عيالك وحبيبتك ورفيقة دربك، أو تنقذ زوجتك ويموت الجنين ووريث العرش الحديدي اللي لسه ما شاف الحياة. معضلة أخلاقية الله لا يحطني فيها ولا يحطكم فيها. ولكن الملك فيسيرس وقتها قال خلاص أنا لازم أتخذ قرار، الموضوع مشغله، موضوع الخلافة، موضوع الوريث الجديد، موضوع الابن الجديد اللي راح يكون هو الوريث للعرش مرة مشغله، لدرجة إنه جاب أم العيد في هذا القرار. أنا معاكم، قرار جدا صعب ومعضلة أخلاقية تجيب الهم، ولكنه للأسف قرر الملك فيسيرس إنه أقتل زوجتي وطلعوا ولدي. ونعم إذا أنت تسأل ترى حرفيا الملك فيسيرس قتل زوجته وإن لم تتلوث يده بهذه الجريمة. والمحزن أكثر إيش؟ إنه الجنين مات بعد الزحمة دي كلها، بعد التضحيات دي كلها، بعد صرخات زوجته المسكينة وتناثر دمائها في أرجاء الغرفة، هي ماتت والجنين مات. ولا ندري كيف ممكن يؤثر هذا القرار على نفسية الملك فيسيرس وعلى تصرفاته في المستقبل. ولكن هذه الحادثة يا جماعة أخذتنا إلى نقطة تحول في العادات والتقاليد، وصارت لأول مرة في تاريخ التارجيريان وريثة العرش الحديدي امرأة، واللي هي الأميرة رينيرا. ولكن برضو خلونا ما ننسى حاجة، الملك فيسيرس لعله بعد الحادثة المأساوية هذه اللي حلت بزوجته وابنه، لعله بصيرته صارت أفضل، لعل عيونه صارت مفتوحة شوية وقادرة إنها تشوف الفوضى اللي حوالينها بشكل أفضل، بالذات كمان بعد محادثته الشيقة مع الأمير ديمون. ديمون قال له بصريح العبارة، أنا الكلام ذا والله من بداية الحلقة هو في بالي، بس جاء ديمون وأكد على كلامي، قال له أنت ضعيف، قال له يا أخويا أنت ضعيف في سيريس، انت ضعيف ولا فيه احد من مستشارينك مستعد يحميك من نفسك الا انا اخوك. بل انه ديمون وصف اوتو هاي تاور وقال عنه كنت او وغد، وانه وراه مصايب كثيرة قد يكون الملك فيسيرس يجهلها. لما انا يا جماعة شخصية اوتو هاي تاور شخصية جدا مريبة، واحس انه فعلا وراه مصايب كثير ولف ودوران، والله اعلم انه راح يكون له دور كبير جدا في قلب موازين السلطة واحداث المسلسل بشكل عام. شخصيته كذا من يوم شفتها ماني مرتاح لها،
في شيء غلط، في ان الادمي ذا وراه مصيبه كذا سيماهم في وجوههم. وزيت غسلت يدي منه لما طلب من بنته تروح تواسي الملك. اقلع ام القرف اللي انت فيه يا شيخ، يا رمة يا معفن. طيب يا جماعه خلونا نتكلم برضو عن شخصيه الامير ديمون. للامانه شخصيه مره مثيره للاهتمام مهما كانت تصرفاتها. شخصيه ديمون او الامير ديمون شخصيه جدا مثيره للاهتمام. وصفوه بانه طاغيه وانه ما يصلح يكون الوريث وانه شخص يسيء استخدام السلطه. كلنا برضو شفنا كيف هو والحرس تبعوا عاثوا في الارض فسادا. اوكي هم كانوا يطبقوا القانون، السارق تقطع يده والمغتصب يقطعوا له الهرجه والقاتل يقتل. اوكي قاعدين يطبقوا القانون بس بطريقه جدا عشوائيه ووحشيه، ولكنها برضو وصلت رساله. صدقوني المدينه كلها الحين ما عاد تشوف فيها ولا جريمه بعد المصيبه اللي سواها ديمون ذا. عموما تطبيق القانون بالطريقه الوحشيه هذه والهمجيه تؤكد لنا كل الكلام اللي كانوا يقولوه عنه مستشارين الملك فيسيرس، انه ديمون مستهتر وانه طاغيه ومتهور ويسيء استخدام السلطه في كل فرصه تجيه. بس برضو خلونا نشوف الموضوع من منظور الامير ديمون نفسه. اول حاجه يا جماعه ديمون هو اخو الملك فيسيرس، ولكن الملك فيسيرس يعني ما هو قاعد يعامله بالشكل اللي كان متوقع ديمون انه يعامله فيه. لا هو اللي خلاه الهاند اوف ذا كينج، بل انه جالس يحاول يبعد عنه قدر الامكان ويعامله مثل ما يشير له مجلس المستشارين تبعه. فاعتقد التصرفات او شخصيه ديمون هي محاوله منه انه يلفت انتباه اخوه، او انه ممكن تكون هذه طبيعته فعلا، همجي وطاغيه وعنيف وعنيد ومستهتر. عموما يا جماعه شخصيه ديمون شخصيه جدا مثيره للاهتمام، ومؤدي دور الشخصيه للامانه قدم دوره على اكمل وجه، والدور جدا لايق عليه. ديمون يا جماعه بالرغم من انه اعطاني انطباع كذا مره مرعب وخلاني اخاف منه، الا انه برضو خلاني احس انه بيكون له دور مره كبير، اما في زياده عظمه عائله التارجاريان وتمكنهم واستقرارهم، او انه الامير ديمون قد يكون السبب في سقوط هذه العائله للابد. ارجع واكرر، الكاتب في بدايه الحلقه وضح لنا نقطه جدا مهمه، ما راح تسقط عائله التارجاريان الا بواسطه عائله التارجاريان. هل ممكن يكون ديمون؟ الله اعلم. بشكل عام شخصيه ديمون يا جماعه شخصيه رهيبه مخيفه، صعب تفهمها جدا من اول مره، ولكن للامانه لها هيبه وحضور عجيب جدا في المسلسل. زاد الكاتب هيبته وحضوره باعطاء واحد من اكثر التنانين فخامه ورعبا. انا ما نعرف ايش اسم التنين تبعه، بس انا متاكد انه كل تنين عندهم له اسم وبنتعرف عليها في المستقبل. بس حقيقي التنين تبع ديمون اللعنه مره فخم ويخوف ولايق عليه. الاميره رينيرا يا جماعه او ابنه الملك فيسيرس برضو شخصيه مثيره للاهتمام الى حد كبير، ولكن طموحاتها مختلفه تماما عن طموحات الملك فيسيرس والامير ديمون وغيرهم من المستشارين والناس اللي موجودين في هذا المجلس. البنت تبغى تركب التنين تبعها وتتجول في ارجاء المعموره وتاكل كيك. حرفيا هي قالت كذا، قالت ابغى اطلع فوق ظهر تنيني واتمشى واكل كيك. يعني حتى لما صارت هي وريثه الملك ترى حاجه مره ما هي مهمه بالنسبه لها ولا تبغاها اصلا. وقالت هذا الكلام في بدايه الحلقه، قالت انا مستعده احارب، مستعده اروح، مستعده اطلع، مستعده انزل، مالي في الحكم ومالي في كرسي الحكم ومالي في السلطه ابدا. ولكن شاء القدر انت البنت والوريثه الوحيده لهذا العرش حاليا بعد الملك فيسيرس. علاقة الأميرة رينيرا بعمها ديمون علاقة جدا طبيعية، واضح انها تكون له احترام وتقدير، بس تصرفات ديمون معاها للأمانة مثيرة للشك. كذا تخليني اقول ايش يبغى ذا يا اخي، بنت اخوك ايش ما ادري كذا، في شيء مزعج صراحة في تصرفاته معاها. ولا تنسوا يا جماعة اننا نتكلم عن التارجاريان، فطبيعي لو شفناها يوما ما يستغلها يعني في المستقبل لمصالحه الشخصية وايا كانت المصيبة اللي ممكن يستغلها فيها. غير كذا يا جماعة لحظة تنصيب الأميرة رينيرا كوريثة العرش الحديدي في نهاية الحلقة كانت لحظة مشحونة جدا بأجواء مرة غريبة، أجواء غير مريحة ما بين توتر وما بين نظرات رفض وما بين نظرات اشمئزاز. الوحيد تقريبا اللي كان مبتسم أثناء ترسيمها كوريثة للعرش الحديدي كان أوتو هاي تاور، هو الوحيد اللي كان مبتسم، وابتسامته هذيك خلتني أشك فيها أكثر. أنا ماني مرتاح له من بداية الحلقة، برضو صرت ماني مرتاح له أكثر. ليش يبغى يبعد ديمون عن السلطة ومستعد يشوف رينيرا تكسر العادات والتقاليد وتصير هي الوريثة؟ هل لأنه فعلا يطمح لمستقبل مسالم ومستقر، أو أنه عنده مصيبة ثانية؟ الله أعلم. بس زي ما قلت لكم أوتو هاي تاور هذا أنا ماني مرتاح له أبدا أبدا
ابدا. وبرضو لو ترجعون شويه قبل كلامي ذا، هو اللي اقترح ان هي اللي تكون الوريثه، اوتو هايتاور اقترح للملك في سيريس. علشان كذا قلت لكم انه مستشارين يقدروا يحركوه ببساطه. عموما يا جماعه حلقه للامانه من اروع ما يكون، بل انها تكاد تكون مثاليه. بدات الحلقه بشكل ممتاز، انتصفت بشكل ممتاز، وانتهت بطريقه جدا ممتازه، واعطتني الحماس اللي راح يخليني انتظر الحلقة الثانية على أحر من الجمر. أنا ما ودي أستعجل أمانة في تقييم المسلسل بشكل عام، ولكن إذا بتسألوني كم تقييمك للحلقة الأولى، كم تقييمك يا وجيه للحلقة الأولى من مسلسل House of the Dragon، راح أقول لكم إياها بالفم المليان 10 من 10. من تمثيل، من قصة، من بناء للعالم، من بدايتهم لبناء العالم، وحتى من الجانب الفني والإنتاج، سواء من مؤثرات بصرية أو من موسيقى تصويرية أو من السينماتوغرافي الرهيبة والإبداعية، كل شيء للأمانة في هذه الحلقة تم بالطريقة الصحيحة، وعشرة من عشرة هي أقل شيء يقال عنها. واسحبوا على أم النقاد اللي ما هم دارين وين الله حاطهم. الله يعطيكم العافية يا جماعة، اعذروني أنا داري لسه ما زلنا جديدين في هذا العالم، ما زلنا جديدين في هذا المسلسل، ربما بعض التفاصيل راحت علينا وما انتبهنا لها، ولكن راح نكون نسوي مراجعة أسبوعية لكل حلقة تنزل وإحنا مروقين والأمور في السليم. يعطيكم العافية. إذا عجبكم الفيديو يا جماعة اضغطوا على زر اللايك، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وتعالوا تابعونا المواقع التواصل الاجتماعي وتويتش والديسكورد، كلها موجودة في صندوق الوصف. معكم الوجيه، شوفكم في الفيديو القادم.